الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى سنة الترمذي، أول أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل. نعم، الصورة التي للذكر حرام. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات بالطائف. نعم، وكان من علماء الصحابة، وكان حبر هذه الأمة وبحر هذه الأمة. كان عمر بن الخطاب على صغر سني يقدمه على كثير في أهل الشورى. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمود بن غيلان، ومن الثقات مقترنين. قال: حدثنا أبو أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير ابن عمر بن درهم الأسلمي، من الثقات، وثقه ابن معين وثقه ابن أحمد بن حنبل، ولكنه قال: كان كثير الخطأ في حديث سفيان. والنسائي قال: لا بأس به. الدارقطني قال بأنه ضعيف، يعني ضعيف في الثوري. يبقى إذن هو ثقة لكنه ضعيف في الثوري، بأن عثمان الثوري، لذلك الحديث ضعيف الإسناد. هنا أبو أحمد ضعيف الثوري، وأنا الحديث عن الثوري. الليث وليث ابن أبي سليم أيضا ضعيف، يعني هنا عندنا العصابة الجناية تعصب بأبي أحمد والليث. عن أبي جهدم، وأبو جهدم موسى بن سالم أبو جهدم مولى العباس، من الثقات، وثقة ابن معين وأبو زرعة، قال ثقة، وأيضا أحمد ذكر في الثقات. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، من العبد الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، حبر هذه الأمة ترجمان القرآن، أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وهذا حديث مرسل لا نعرفه لأبي جهدم سماعا من ابن عباس. حديث في ضعف، لكن ابن عباس رضي الله عنه هو من خيرة الصحابة. والرواية الأخرى عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين، فكان من خيرة الصحابة ومن أعلم الصحابة، بل هو أعظم الصحابة أثرا في مسألة نشر تفسير القرآن، هو ترجمان القرآن حقا. جاءت مسألة إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال للسائل: اذهب إلى هذا على ابن عباس فاسأله ثم ائتني برده، قل لي ما الجواب. سأتيكم ماذا قال ابن عمر في حق ابن عباس، حتى ابن مسعود قال ذلك. فعبد الله بن عباس كما قلنا ترجمان القرآن، سئل ابن عمر عن آية فقال: اذهب إلى هذا الرجل فاسأله ثم أتيني بالجواب. كان هذا الرجل هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فلما ذهب السائل فسأله فأجابه واستفاض له في الإجابة، ثم نقل الإجابة لابن عمر فقال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، مع أنهم أقران. قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس عمر بن الخطاب أراد أن يظهر فضله عندما قال مجلس الشورى، وهو من كبار الأنصار والمهاجرين، قال: كيف تدخل علينا هذا الحدث صغير السن وأبناؤنا أكبر منه؟ فأدخله ولم يرد عليهم، ثم سألهم سؤالا عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال: ما تقولون فيها؟ ثم قال ابن عباس: ما تقول. فكانت جواب ابن عباس هو قال ابن عمر لما قال له هذه إشارة لدنو وأجل النبي، قال: ما علمت عنها إلا ما علمت ابن عباس. فعلم القوم مكانة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس فقيه الأمة، عالم الأمة، حبر الأمة، حبر الأمة. ابن عباس واسع العلم جدا، كان يحفظ أشعار العرب، وكان آية في تفسير القرآن كما قال مجاهد: نظرت، أو سعيد بن جبير قال: نظرت إلى ابن عباس يوم عرفة، وقف فقرأ البقرة، فأخذ يفسرها آية آية، لو سمعه العجم والعرب والديلم لأسلموا جميعا. فنسأل الله جل في علاء أن يجعلنا ممن يعرف قدر علمائنا ويستفيد منهم. نعم. أما في قوله أنه رأى جبريل مرتين، هذا فيه وهم، لأن ابن عباس كان يقول أن النبي رأى جبريل مرتين. الأصل أن الملائكة لا ترى، أن الآدمي لا يرى الملائكة، هذا الأصل. ما يستطيع يتحمل عظيم الخلق في الملائكة ليس بالهين، فلا يستطيع أن يتحمل. ولذلك عائشة لما جاء جبريل فقال للنبي الأمين: ألقى عليه السلام. فقال: يا عائشة، جبريل يلقي عليك السلام. قالت: عليك عليه السلام، ترى ما لا أرى، ترى ما لا أرى، أو قالت: يرى ما لا أرى. يعني لا يرى الملائكة، لكن هل يمكن أن يراه؟ نعم، يمكن أن يراه كرامة. عمران بن حسين قال:
كانت تسلم عليها الملائكة في الطرقات لعظيم التوكل الذي كان فيه. قال فاكتويت، فلما اكتويت انقطع عني السلام، في ضعف في التوكل أهو الآن. فلما اكتويت انقطع عني السلام، فلما اكتفيت ورجعت، يعني ما اكتويت مرة ثانية رجع لي السلام. قد يكون رأى نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه عندما وضع وضوءه فدعا له دعاء عظيما، وله الحظ والنصيب الأكثر منه لأنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فضل ابن عباس عظيم، ابن عباس من عظماء حكماء علماء هذه الأمة وفقهاء هذه الأمة، ترجمان القرآن يعني المقدم والمبرز على كثير من الصحابة. الفوائد المستنبطة: اعتقاد الكرامات للأولياء، رؤية الملائكة هذه كرامة من الكرامات، لأن لا يرون الملائكة إلا عند الموت، كما قال الله جل في علاه عن الكافرين، قالوا لو نرى ربنا. سورة الفرقان أول الربع الثاني، قال مطلع الربع الثاني، ويوم قال الله تعالى قال الذين كفروا قالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فهنا لا يرون الملائكة، هذا الأصل، لكن من كرامات الأولياء أنه يمكن أن يراهم، نعم يمكن أن يرى الملك. البشارة بدعاء الصالحين، البشارة بدعاء الصالحين. من السنة التحديث بفضل الله على العبد، من السنة التحديث بفضل الله على العبد. الحمد لله وشكرا. لو هذا ما قال ابن عباس أن النبي تعالى هو طيب.